وطبعا الرب يسوع المسيح الطاهر المبارك شهد لبدء الخليقة كما ذكرت من متى 19، وشهد أيضا لطوفان نوح، وشهد أيضا ليونان والحوت. لكن اليوم اللي بنسمع يعني في يعني واحدة من التحديات اللي بيسألونه فيها إنه طب ما هذه القصص موجودة يعني قبلا، قصص الخلق وقصص الطوفان وقصص كثيرة موجودات في يعني مخطوطات قديمة أو على حجارة اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. شو ردك على هذا الموضوع؟ ده سؤال مهم جدا جدا، والإجابة عليه بكل بساطة إنه فعلا في حضارات كتيرة بتتكلم عن الخلق وبتتكلم عن الطوفان، أشهرها الحضارة السومرية، واللي في الشخص اللي مشهور فيها اسمه جلجامش، ولقوا 12 حجرة مكتوب عليها وثائق لجلجامش، قدروا يقروا حوالي 11 حجرة منهم، والحجرة الـ 12 شغالين عليها، وموجود فيها قصة الطوفان. وبيقولوا إن والأحجار دي تاريخها قبل تاريخ كتابات موسى، فبيقولوا إن موسى في كتابته للتوراة أخذ أفكار جلجامش وحطها في سفر التكوين. تعال ندرس هذا الافتراض. في جلجامش بيوصف الطوفان إنه قعد أسبوع، لكن في الكتاب المقدس بيقول الطوفان قعد 371 يوم. الأهم من كده، في جلجامش بيوصف الفلك على أساس إنه مكعب، طوله 200 ذراع وعرضه 200 ذراع وارتفاعه 200 ذراع، ومتكون من 6 طبقات. عملوا الدراسة الكورية في 1992، ودول ناس بتوع علم البحار وإنجينيرز يعني مهندسين مالهمش علاقة بالإيمان المسيحي. حطوا النموذج بتاع فلك جلجامش ده على نموذج للكمبيوتر، لقوا إنه يتقلب 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 وكل الكائنات اللي جواه تموت. حطوا المقاسات بتاع فلك نوح اللي هي 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع ارتفاع، لقوا إنه ده يدي أكتر استابيليتي، أكتر ثبات، ويدي استمرارية، وإنه يحتمل الموج العالي. يبقى مين ناقل من مين؟ تمام؟ المعلومات الغلط موجودة عند جلجامش، المعلومات الصح موجودة عند موسى اللي هو في سفر التكوين. يبقى سفر التكوين هو الأصدق.